انا بغني البوب، البوب الشعبي. البوب هي معناتها اللون يعني الدارج، المزيكا اللي هي العصريه الشبابيه، والمزيكا العصريه مش كلام عبثي كده، هي معناتها الشباب بيسمعوا ايه دلوقتي، هي نتيجه عوامل اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه. الناس بيحسوا، الشباب المعاصر بيحس في ايه، تيجي نتيجه كده. دلوقتي برضو في لبنان في مزيكا متجهه نوعا ما ناحيه مزيكا شعبيه برضو بسبب ظروف اقتصاديه، برضو في الكلام في التوزيع في اللحن برضو بسبب ظروف كده. برضو مزيكه المهرجانات مش بس في المزيكا بتاعتها، في كلام، في الكلام في مفردات معينه برضو بسبب ظروف اجتماعيه وكده بتعبر عن الظروف الاجتماعيه بتاعت الشباب وكده. فانا بعتبر ده موضوع بيفضفض عن الشباب، ده بيحصل بره. فدي المزيكا العصريه بعتبرها فضفضه صحيه. المزيكا ده المفروض اللي تعمله تعبر عن الشباب، وما بتهم، هذا ما بيهمش المزيكا التانية، ده بيفضل موجود، يعني بيفضل موجود الطربي وبيفضل موجود كل حاجه، بس ممكن تروح للاكستريم. عشان كده بيفضل في حاجه اسمها المصنفات، عشان تقول لا كفايه لحد كده، ما تعدوش كده، كويس كده، لا كده. وده اللي بتعمله فعلا، ووجه تحيه للفنان الكبير هاني شاكر اللي انا من اكبر معجبينه، اللي عارف يحط حدود لما بتوصل للاكستريم الحاجه كده. انا بحب بسمع حاجات بحبها كتير، يعني في اسماء كبيره زي محمد عدويه ومحمد رشدي وحتى كريم محمود، ده يعتبر شعبي. يعني دي بتعبر عن الشارع، فانا بعتبر الاغنيه الشعبيه دي اساس بتعبر عن الكلام، المجتمع، عن الشارع المصري. ف انا بحبها، وهي اللي قبل ما اجي على مصر هي اللي خلتني احس بالروح المصريه، فبحبها. زي ما قلت لك في حاجات بتوصل للاكستريم. برضو عندنا في المنطقه الشاميه في حاجات توصل للاكستريم، المصنفات تعرف تحط الحدود بتاعها. زي ما قلت لك المزيكا العصريه بتعبر عن الشباب، والشباب ساعات بيعبر عن نفسه، بيكون منفعل زياده عن اللزوم في السبورت، في الرياضه، في المزيكا، في اي حاجه تانية، محتاج نوع من المصنفات في المزيكا تعمل له زي نوع من لا هنا خد بالك. ممكن طبعا ممكن ده اللي بيحصل بره كتير، زي فيتشرينج، يعشقوا مع بعض، تبقى نوع من المزيكا، بتبقى بقى بتطلعي حاجه حلوه من المزيكا. ممكن حد بيغني طرب شعبي مع حد بيغني راب، بتطلعي حاجة مختلفة، حاجة اندر جراوند زي مثلا كايروكي مع حد بيغني بوب زي تامر حسني، ولا طرب شعبي زي او بوب زي حمائي، بتطلعوا حاجة مختلفة. وماركتينج وايز بيستفيدوا من الجمهور بتاع بعض، ده ماركتينج وايز يعني تسويقيا. وبرده مزيكتي كمزيكا بتديكي حاجة مختلفة. وأصالة عملت كده مرة، غنت مع شباب وسط البلد وفعلا طلعوا لنا حاجة حلوة. انا بحب اغني لكل الناس، يعني بحب اغني لفيروز، بحب اغني لام كلثوم، بحب عبد الحليم قوي، بليغ حمدي انا بعتبره من اكتر الناس، يعني لما في ناس بيقول بيعتبروا لما تقولي شعبي يعني حاجه اي كلام، لا الشعبي حاجه حلوه قوي. الشعبي المقامات الحلوه، عارف لما تعرفي توظفي المقامات زي الكورد بشكل تقدمي للشارع البسيط بشكل محترم. ف ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.